السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى الفيديو يلقاكم كاملين بخير وعلى خير. فيديو ديال اليوم هو ريبي جميلة أو ريبي التحضير ديالو في البيت. طريقة سهلة بزاف، جوج المكونات في دقيقة واحدة غتكونوا محضرين الكمية ريبي اللي نتوما باغينها. نقولوا بسم الله ونديروا المكونات اللي عندي هنايا. أول حاجة هاد السيرو ديال الرمان ضروري، مكون رئيسي ضروري نشوفوا السيرو ديال الرمان. بالنسبة لي أنا قلبت عليه هنايا في الكويت، ما كنتش كنجبرو، هاد المره جبرتو ومجرد ما جبرتو جبتو قلت صافي ضروري نعدل به رايبي ونشاركو مع البنات في القناه. عندي اللبن هنايا، بالنسبه للبن اللبن يكون حلو، يكون خاتر، ماشي ديك اللبن اللي كيكون خفيف وحامض، لا يكون حليلو وكذلك خاتر، خطر النوعيه ديال اللبن تكون بهذا الشكل هذا. والسكر كيبقى على حساب الرغبه، لانه حتى هذا السيرو هذا راه فيه انواع، كاين اللي حلو كاين اللي ناقص حلاوه، كيبقى على حسب النوعيه السيرو اللي نتوما شريتو. ندوزو للتحضير مباشره. بحال قلت لكم جد بسيط، ما فيهش شي تعقيدات اولا تغليو الحليب ولا حتى حاجه. جيبوا هذاك اللبن الرايب بحال اللي قلت لكم، غنعملوه في الاناء اللي غادي نخلطوا فيه، وغادي نجيبوا هذاك السيرو ديال الرمان. انا غادي نجرب نعمل هنايا، غنعمر كاس وغادي نشوف شحال غادي يدي لي. هاد العلبه ديال اللبن انا نقص منها كاس، يعني نورمالمون هي خصها تكون لترو ديال اللبن، انا هذا نقص منه كاس. كنت جربت به قبل ما نعدل الوصفه معكم، جربتها بكاس ديال اللبن وعجبتني، عادك شاركت معكم الوصفه كامله. غنعمل السكر هنايا، انا عندي هنا 100 غرام، عملت نص كوب ديال السكر. غادي نعمل هنايا عملت واحد 4 المعالق، ومن بعد نقيس ونزيد تنشوف الحلاوه ديال هذا السيرو شنو غادي تعطيني. غادي نعمل هنايا نص كاس ديال هذاك السيرو ديال الرمان، وغادي نخلط تقريبا بحال اللي قلت لكم، هو لتر ديال الحليب ديال اللبن غادي يدي لي تقريبا كاس ديال السيرو. بحال اللي قلت لكم انا هذا ناقص شويه عندي اللبن، فغادي نضيف شويه بشويه ونشوف. كذلك نقيسوا الحلاوه ونشوفوا اللون والقوام والطعم كذلك، وحنا كنزيدوا السكر ونزيدوا كذلك السيرو ديال الرمان. بحال اللي قلت لكم الكميه السيرو ديال الرمان كتبقى على حسب النوعيه السيرو اللي نتوما غادي تشريوه، كاين اللي مركز بزاف وكاين اللي خفيف شويه، فهذه كترجع لكم. قيسوا وضيفوا بالراحه ديالكم كيفاش ما بغيتوا. غنقيس هنايا انا، غادي نزيدوا شويه ديال السيرو ديال الرمان على الطعم واللون، وغادي نخلط هاد رايبي وصافي. ها هو واجد، عملوه في الثلاجه وبردوه كيجي رائع. وكذلك البنات اللي كيعجبها ريبي قاصح، حنا كنقولوا ريبي قاصح اولا ريبي مجمد في مجمد، كذلك جربوها به، انا جربتها وجات رائعه. مهم اللي في الغربه وتوحشوا ريبي، فكره رائعه طيروا بها الشوق ريبي. الصراحه الطعم ديالو كيجي قريب بالنسبه 90% من ريبي اللي كنشريو في المحلات، رائع. انا الصراحه جربته ما نستغناش عليه نهائيا، عجبني بزاف وعجب وليداتي. ونتمنى كذلك انتم تجربوه ويعجبكم. ها هو بحال اللي كتشوفوا، وحتى الثقاله ديالو البنات بحال اللي قلت لكم، استعملوا غير الرايب اللبن يكون خاتر. الا جبرتوا اللبن خفيف او لهذا، زيدوا واحد العلبه ديال الزبادي او الياغورت اما طبيعي او لا ديال الفريسه، اختياري كيبقى لكم الا شفتوا اللبن خفيف شويه. هذه غير نصيحه اذا بغيتوا تزيدوا تعقدوا هذاك اللبن. بنات الوصفه ديالنا اليوم هي هذه، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، واكثر اكثر انكم تجربوها وتعجبكم وتعجب وليداتكم. مابقى لي غنقول لكم شكرا على المشاهده، ما تنساوش كذلك نتوما تبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم واحبابكم لتعم الفائده. الى اللقاء في فيديوهات قادمه ان شاء الله، شكرا على المشاهده.